الأوساط البريطانية بدأت بمراقبة التغيرات المرتقبة في العملية السياسية في العراق بعد الحراك الشعبي الأخير الذي قاده السيد مقتدى الصدر في الداخل العراقي. ومعهد شاتام هاوس البريطاني يوم أمس نشر دراسة مهمة جدا قام على أساسها بالذهاب إلى مدينة الصدر وقام بأخذ عينة من 1000 شخص موجود من أنصار التيار الصدري، وقاموا باختصار شديد للغاية بعملية وضع أسئلة لأنصار التيار الصدري حول ما الذي يريدونه من هذه العملية السياسية والتغييرات المرتقبة في هذه المسألة من أجل معرفة التغيرات والتحركات القادمة للسيد مقتدى الصدر التي اعتبرها تشاتام هاوس بأنها في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان غير متوقعة. على هذا الأساس كانت هنالك أسئلة مثلا مرتبطة: هل لديك ثقة بالبرلمان العراقي الحالي ومجلس الوزراء؟ وببساطة وجدوا 55% منهم بأن ليس لديهم ثقة أبدا في البرلمان العراقي، وكذلك 45% ليس لديهم أي ثقة في مجلس الوزراء العراقي. كذلك تم سؤالهم عن حركة تشرين وثورة تشرين وتأثيرها على الداخل العراقي، هل كان تأثيرها إيجابي أم سلبي بما أن هنالك تشابها في طبيعة المطالب حول العملية السياسية؟ وبشكل مفاجئ تشاتام هاوس وجد من خلال هذه الدراسة بأن 26% النسبة الأعلى من أنصار التيار الصدري من هذه الدراسة وجدوا بأن نوعا ما تشرين كانت سلبية على الموقف الداخل على الموقف في التحولات السياسية الموجودة في الداخل العراقي. ولكن يجب أن ننتبه بأن 23% وجدوا بأن تشرين كانت إيجابية للغاية على العراق، وكذلك 21% أيضا اعتبروها إيجابية نوعا ما. ولكن تشاتام هاوس ركز على 26% هنا النسبة الأعلى بسبب أن العينة من 1000 شخص، وبالتالي هنالك حسابات مهمة للغاية. إذن ما الذي يريده أنصار التيار الصدري تحديدا لمعرفة ما الذي يهدف إليه السيد مقتدى الصدر؟ هنا الأسئلة كانت مهمة ومرتبطة بطبيعة القوانين التي يبحث عنها أنصار التيار الصدري. 55% منهم وجدوا بأن على الحكومة عليها أن تشرع قوانين مرتبطة بالدين الإسلامي، قوانين مرتبطة بالنظام الإسلامي من أجل التخلص من القوانين التي لم تنفع العراق منذ عام 2003 حتى يومنا هذا، ويجب أن تطبق بشكل فعلي. كذلك بأنهم راغبون، الأغلبية العظمى والغالبية العظمى منهم يريدون قائدا دينيا، قائدا يتبع الدين والشريعة وليس كالقادة السياسيين الذين رأيناهم من عام 2003 حتى يومنا هذا، لأنه لا يمكن الاعتماد عليهم. قائد من هذا النوع من الممكن الاعتماد عليه بحسب هذه الدراسة التي نشرها معهد شاتام هاوس. وعلى هذا الأساس هذه هي المطالب. ولكن أيضا السؤال الأهم: هل ستشاركون في الانتخابات القادمة من أجل تحقيق كل هذه المتغيرات؟ وطبعا النسبة الأعلى كانت تأتي وحاضرة بنسبة 36% بأن أنصار التيار الصدري في الانتخابات القادمة سيشاركون بكثافة عالية للغاية. أيضا هنالك خبراء، هذه الأمور كلها طبعا جعلت خبراء أوروبيين مثل سارة هيب، وهي إحدى أهم الخبراء في الشؤون السياسية في الداخل العراقي والشؤون السياسية على مستوى الشرق الأوسط، على الـ IPS Journal وهي International Politics and Society، أن تضع سؤالا مهما جدا حول وضع الديمقراطية في العراق والعملية الديمقراطية، وتساءلت ما إذا كانت العملية الديمقراطية الآن في خطر وهل هنالك احتمال لإنقاذ العملية الديمقراطية. فهي بنت عددا من الأشياء المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. وجدت بأن السيد مقتدى الصدر وأنصاره طبعا التيار الصدري فاز بالنسبة الأعلى في البرلمان العراقي وسيطر على الغالبية، ولكن أيضا وجدت بأن أيضا نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت منخفضة. وعلى هذا الأساس عندما لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب استراتيجية الثلث المعطل التي اتبعها طبعا الإطار التنسيقي انسحب من البرلمان العراقي، ووجدت بأن هذه استراتيجية فعالة للغاية لأن المشاركة كانت ضعيفة وهو يمتلك الأغلبية وانسحب بالتمام والكمال، وبالتالي من هم موجودون أساسا في البرلمان العراقي من الإطار التنسيقي وغيرهم أصبحوا يمثلون الأقلية من الشعب العراقي. على هذا الأساس فإن مسألة الشرعية بالنسبة للبرلمان العراقي هي تضاءلت، تم تقويضها تماما، ووجدت بأن ما تم من السيد مقتدى الصدر من هذه الاستراتيجية أنه طبق الحصار السياسي
على الإطار التنسيقي وعلى من هم موجودين في هذا البرلمان، بل إنه زاد من حقيقة أخرى بأنه تمكن من تحقيق تعبئة أكبر للشارع، إلى درجة بأن تشرين وثوار تشرين رغم بعض الاختلافات الموجودة إلا أنهم اجتمعوا سوية، وشهدنا طبعا ثوار تشرين وهم متواجدين داخل البرلمان العراقي في وحدة كبيرة للغاية من أجل مواجهة الإطار التنسيقي، وهي وضعت أيضا الإطار التنسيقي في موقف محرج للغاية. أولا لأنهم كما تحدثنا هم يمثلون الآن في ظل هذه المعادلة الأقلية من الشعب العراقي وليس الأغلبية من الشعب العراقي، بالإضافة إلى ذلك أنهم غير قادرين أيضا على حل البرلمان بسرعة كما طالب السيد مقتدى الصدر مؤخرا، وذلك لأنه ليس فقط سيعتبر رضوخا إلى الأوامر أو ضعفا تجاه السيد مقتدى الصدر، لا أبدا، بل إن الأمر بأنهم يعلمون بأن توجههم إلى انتخابات قادمة سيعني بأن هنالك خسارة كبيرة أكبر من الخسارة التي تعرضوا إليها في الانتخابات السابقة، بحسب طبعا الIPS Journal هذا الكلام الذي أتحدث عنه بأن خسارة خطيرة للغاية سيتعرضون إليها بسبب أن المشاركة ستكون أعلى من قبل أنصار التيار الصدري ومن قبل التشرينيين، وبالتالي وعلى هذا الأساس الIPS Journal وجدت سارة هيب بأن نفوذ إيران سيتقلص كثيرا، نفوذ إيران على المستوى السياسي ودعمه للأحزاب المقاومة قرب إليه، ولكن في نفس الوقت بأن إيران أمام فرصة كبيرة جدا من أجل دعم أنصارها ودعم وضعها السياسي ونفوذها السياسي في الداخل العراقي. كيف لهذا الأمر أن يكون ممكنا في ظل هذه المعادلات التي نتحدث عنها؟ هو ممكن من خلال الجولة الأخيرة التي تمت في فيينا من المفاوضات النووية، فهذه الجولة كانت إيجابية صدق أو لا تصدق، هذه المفاوضات وهذه الاتفاقية النووية رغم كل الصعوبات التي واجهتها إلا أن الآن الأنباء تأتي مختلفة تماما، فالوول ستريت جورنال تحدثت بأن كان هنالك تعديا وتمكنوا من حل عدد من المسائل والخلافات ما يقارب 5 نقاط من خلال هذه المفاوضات، نقطتين متعلقة في العقوبات الأمريكية على إيران تم حلها، وكذلك عددا من النقاط الأخرى المرتبطة في الأنشطة النووية الإيرانية، وأن هنالك نصا أخيرا وضع ومن الممكن جدا أن يكون هو سبب نجاح وعودة الجميع إلى الاتفاقية النووية. ومسؤول طبعا أوروبي رفيع في فيينا تحدث الآتي الوول ستريت جورنال: النص غير قابل للتفاوض أو التغيير، وأن كل التفاصيل تم استنزافها في النقاش. كذلك جوزيف بوريل وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كان لديه كلاما حول هذه المسألة وفيها تفاؤل مهم، وقال: تم التفاوض على كل ما يمكن التفاوض حوله وهو الآن في شكل نهائي، ومع ذلك خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية، وإذا جاءت الردود إيجابية فيمكن التوقيع على الاتفاق، وهذه تعتبر فرصة كبيرة جدا للإيرانيين كما قلنا من أجل العودة ليس فقط للخلاص من الضغط من العقوبات الأمريكية أو تحسين الوضع الاقتصادي الخاص بها، ولكن من أجل تقوية نفوذها ودعم الأحزاب الخاصة بها في ظل الضعف الذي تواجهه الآن إذا كان من التيار الصدري أو من أي طرف آخر، وكذلك لتقوية أيضا واستمرار تقوية نفوذها على مستوى سوريا وعلى مستوى حزب الله اللبناني بكل تأكيد، والأهم من ذلك بأن إيران تراقب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مكثف وبشكل دقيق، فهي ترى أن الأمور التي تجري في الداخل الأمريكي تبدو إيجابية لهم إذا ما قرروا العودة للاتفاق النووي. لماذا هذا الأمر؟ ففي الساعات الأولى من هذا اليوم فجأة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحم الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي، اقتحم منزل هذا الرجل في ولاية فلوريدا، وكانت اللقطات تأتي بهذا الشكل، وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت بأن الـ FBI قد تحصل على قضاء وحقيقة قرار من المحكمة مكن الـ FBI من الدخول إلى هذا المنزل، وذلك للبحث عن مستندات اتهم ترامب بأنه هو قام بعملية نقل هذه المستندات التي وصفت بأنها سرية للغاية، نقلها من البيت الأبيض عند خسارته للانتخابات الأمريكية إلى منزله في فلوريدا، وهذه قضية خطيرة للغاية توجه ضربة لدونالد ترامب على مستوى عام للغاية وللحزب الجمهوري بشكل عام. لماذا؟ لأن هنالك مؤتمر مهم جدا قد جرى قبل أيام من هذه الحادثة، وهو مؤتمر العمل
السياسي الذي طبعا يطلق عليه سي باك الذي ترونه للمحافظين الجمهوريين الذي أقيم في دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. وكان هنالك استطلاعا للرأي عن رغبة الجمهوريين ومن الأشخاص الذين يرغبون طبعا في السي باك في هذا المؤتمر أن يكونوا مرشحين عن الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024. ووجدوا بسرعة كبيرة للغاية النتائج كانت حاضرة بحسب الفوكس نيوز بأن دونالد ترامب متفوق على الجميع بنسبة 69.1% ورون دي سانتس 23.7% حتى ولا النصف. وبالنسبة لتيد كروز كان ضعيفا مع مايك بومبيو على مستوى أكثر من 1% كما ترون بهذا الشكل. حتى عندما قاموا بإقصاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من عملية الاستفتاء لكي يدققوا في التفاصيل ووضعوا ابن دونالد ترامب وهو جونيور ترامب في هذه العملية وفي هذا الاستفتاء، وجدوا بأن جونيور ترامب حقق 8% وأن رون دي سانتس كان هو الأعلى بنسبة 65%. تيد كروز ارتفع إلى 6% وبالنسبة لمايك بومبيو حقق 5%. وبالتالي رون دي سانتس حتى عند إقصاء دونالد ترامب وعدم وجوده كمرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حقق نسبة أقل من النسبة ونسبة الدعم التي ممكن أن يحققها طبعا دونالد ترامب. وعلى هذا الأساس هذه القضية التي جاءت من الـ FBI بهذا الشكل فجر هذا اليوم هي تعتبر كبيرة للغاية وضربة كبيرة. لماذا؟ لأن الأمر ليس أيضا مرتبطا فقط في انتخابات عام 2024، بل أن دونالد ترامب بدأ ينظر إليه وكأنه الأب الروحي للحزب الجمهوري، بل بالإضافة إلى ذلك أن الرجل الآن يدعم عددا من المرشحين عدد لا بأس به من أجل الترشح لانتخابات الكونغرس الأمريكية القادمة في نوفمبر القادم على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبالتالي أي تفاصيل إضافية ستأتي من الـ FBI عن هذه المستندات السرية التي قام بنقلها بحسب الاتهامات التي جاءت ضد الرجل، نقلها من البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا، فهذا يعني ضربة خطيرة جدا حتى لهؤلاء المرشحين الذين يدعمهم دونالد ترامب بكل تأكيد. وهذا سيعني بسرعة كبيرة ازدياد حظوظ الديمقراطيين ليس فقط للحفاظ على مجلس الشيوخ الأمريكي وإنما لتقليص التقدم والنسب الكبيرة التي يتمتع بها الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات نوفمبر القادمة في الكونغرس الأمريكي. وكما نلاحظ هنا النسب بحسب الـ 538 قبل هذه الحادثة التي تحدثنا عنها، كما تلاحظون هنا ما يقارب 60% للديمقراطيين هنالك فرصة من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. وبالتالي هذه النسبة الآن أصبحت مرشحة للارتفاع طبعا بالنسبة للحزب الديمقراطي. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن 80% للحزب الجمهوري نسبة بحسب الـ 538 أن هنالك فرصة أن يسيطروا بالأغلبية على مجلس النواب الأمريكي. أي شيء يثبت الآن على دونالد ترامب فهذا سيعني انخفاض حظوظ الجمهوريين بشكل خطير للغاية، وقد تنقلب المعادلة ونرى الديمقراطيين يسيطرون تماما على الكونغرس الأمريكي. وهذا ببساطة سيعني بأن الإيرانيين ويعني أن الإيرانيين أمام توقيت مهم للغاية، يوقعوا على هذا الاتفاق يحافظوا على كل التقدم النووي الذي يتمتعون به من أجهزة الطرد المركزية وما خصبوه من اليورانيوم بنسبة 60%. بالإضافة إلى ذلك أنهم الآن يعرفون تماما أن هنالك فرصة جيدة للإدارة الأمريكية القادمة أن تكون ديمقراطية، وأن الحزب الديمقراطي على أقل تقدير ضمن الآن في ظل هذه الظروف الجارية في الداخل الأمريكي بأنهم سيستمرون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. ومجلس الشيوخ يعتبر مهم للغاية على مستوى المعاهدات والاتفاقيات، ومعنى ذلك بالنسبة إليهم على المستوى الاستراتيجي أن الديمقراطيين قد يستمرون في الحكم حتى عام 2028، وقد تعني فرصة كبيرة جدا لإيران لتحقيق معاهدة مهمة جدا قادمة من الكونغرس في ظل الديمقراطيين تغلق الأبواب تماما على الجمهوريين بأي شكل من الأشكال في المستقبل من الانسحاب أو التلاعب بالاتفاقية النووية، وهي ستعني استمرار النفوذ في العراق وفي سوريا بشكل أكبر على مستوى السياسات الإقليمية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة بهذه المسائل بقدر المسائل الأهم وهي عدم وصول إيران إلى القنبلة النووية. كذلك بالنسبة لإيران صدق أو لا تصدق بأنها أمام فرصة مهمة
السيطرة ولزيادة نفوذها في الداخل اليمني، رغم كل الهدنة والمفاوضات التي سمعنا عنها في الفترة الأخيرة والتهدئة العالية للغاية مع جماعة الحوثي، إلا أن الأمور الآن تغيرت. مصادر مثل العربية الجديد والبوابة نيوز ومصادر داخلية ومحلية من اليمن أكدت بأن جماعة الحوثي بدأت بهجماتها منذ الأحد الماضي على الحكومة الشرعية الموجودة في اليمن، كما تلاحظون هنا باللون الأحمر هي مناطق سيطرة الحوثيين، وبقية اللون الذي ترونه في اليمن على مستوى اللون الأخضر أو اللون الأزرق هي كلها طبعاً تابعة لأعداء الحوثيين من الحكومة الشرعية وغيرهم. وأن التطور يأتي الآن من الهجمات على ثلاثة محاور موجودة في مدينة مأرب. إذا ما توجهنا بسرعة فقط لنرى ما الذي يجري وما الذي ممكن أن يتغير، خاصة وأن هذه الهدنة لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة والهجمات قائمة أيضا في نفس الوقت. هنا صنعاء كما ترون وهنا مأرب، لنقترب من مأرب لنعرف النقاط المحاور المهمة جدا التي تأتي بالنسبة للحوثيين بكل تأكيد. سنلاحظ هنا بالنسبة لهذه المنطقة كما تلاحظون هذه الجبال المهمة جدا التي تعتبر هي فاصلة بين حكومة الشرعية، الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، وتقريبا السيطرة تأتي بهذا الشكل للحكومة الشرعية. من هنا الحكومة الشرعية، من هنا الحوثيين كما تحدثنا. هذه هي مأرب التي تهدف جماعة الحوثي منذ فترة ليست بالبسيطة على السيطرة عليها. المناطق التي هي تحت الخطر الآن وتحت المطرقة هي منطقة العرف ومنطقة العقد وكذلك هنا الفليحة. هذا الجبل هو جبل البلق الشرقي وهذا هو البلق الأوسط التي تعتبر خطوطا دفاعية مهمة جدا بالنسبة للحكومة الشرعية. الآن الحوثيين بحسب الأنباء والمصادر كما تحدثنا القادمة من الداخل من العربية الجديد من البوابة نيوز أكدت أن الحوثيين بدأوا فعلا بعملية ضغط كبير للغاية، بدأوا بضغط عسكري وبدأوا بهجمات على العرف بهذا الاتجاه وكذلك على الفليحة وكذلك أو الفليحة بهذا الاتجاه وعلى العقد بهذا الاتجاه أيضا. وهذه المنطقة التي ترونها هي منطقة الفلج، المنطقة الفاصلة بين جبل البلق الشرقي والبلق الأوسط، وبالتالي واضح جدا بأن الحوثيين يبحثون عن السيطرة على العقد من أجل أن تكون السيطرة كاملة لهم بالتمام والكمال على البلق الشرقي، وهذا يفتح الباب أن يسيطروا على الفلج. وأيضا إذا ما تمكنوا من السيطرة على العرف فهذا سيفتح الباب للسيطرة على البلق الأوسط، وهذا سيعني بأن هذه المناطق كلها أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، ويعني أن مأرب أصبحت تحت المطرقة وأصبحت مسألة أيام حتى يسيطرون عليها، وهذا أوتوماتيكيا سيدفع بسرعة كبيرة للغاية التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بالتدخل بضربات جوية من أجل إبعاد الحوثيين من هذه المنطقة، وبالتالي سندخل في أزمة أخرى على المستوى اليمني. ولكن بالنسبة لإيران قد تكون العودة للاتفاقية النووية، زيادة نفوذها، زيادة نفوذ الحوثيين قد تكون هذه فرصة كبيرة جدا بالنسبة إليهم من أجل فرض سيطرة أكبر ليس فقط على مستوى العراق أو سوريا أو لبنان، ولكن قد تكون على مستوى اليمن بكل تأكيد.